الاشتراط انه ما افرض حتى تفرض مو بشرط. اذا اشترط ذلك إيه؟ هم اصلا يشترطون لا لا ما يشترطون هم ما يشترطون لان الوضع عندنا ما يشترط. اللهم يقول نحن عشرة الرات قد لا ننتفع بكثيرا ونحن كل من يمكن له عمار او له حاجات اخرى ويقول ما يعرض فكر ما رايكم نتفق على كل واحد ياخذ شهريا هذا المبلغ. فهذا الاتفاق اللي ما رايكم نتفق هو لبيان صورة العقد لا يبين الزام بالعقد وما يشترط على احد في ذلك. فلأقرضني وحتى أقرضك وأنا ما اشترط شيئا من ذلك. لو كان ذلك يمنع من ذلك. ولهذا يا شيخ أغلب الناس ما يدخلون في هذه الجمعية إلا هو في نيته إنه يبي يصير مثلا الثاني اللي بعد الأول على أساس هو يبي القرض ما هو. دخل بل على أساس هو يبي القرض ما هو. دخل بل أولى إلا علشان هو يأخذ الثاني. لا قد يكون أجل الأولى لجل الحاجة لا غير. وانتعرف يجي الحاجة ما في حرج. فإذا كان كل يشترط الكيفية ما يشترط الكمية جائز يشترط الكيفية لأنه هنا في هذه الحالة يريد فقط قضى حاجة لا غير. فبالتالي كون يصل الأول والثاني ما يضر لأن كل واحد منهم الأول والعاشر سيأخذ حقه كاملا ما عليه نقص في ذلك. يفرض أنه يعني مثلا هونه ما يمكن يهون دين عليه. لا نتكلم الحين عن سيدور ما خالف هو هب إنه دفع على الأول والثاني وهوره واضح. فيبقى كل واحد يأخذ الأول يرد الحقوق للتسعة والثاني يرد الحقوق للتسعة يعني هو دين في ذمته حتى لو قد انفضت أو مات واحد منهم قال على نفض الجمعية هو دين في ذمته منهم قال على نفض الجمعية هو دين في ذمته.